السلام عليكم البنات، السلام عليكم الرجال اللي منضمين للقناة عائلة نصائح حليمة. أول يوم ليا في المغرب وهو اليوم الخميس، وغدا إن شاء الله الجمعة. كيف كتشوفوا جيت للدار ديالي، جيت غير نحل الشراجم باش تهوى وداكشي على ود. كيف قلت لكم عندي الخدامة غادي يجيو للدار هنا يكملوا لي الخدمة، ولكن طحت في واحد المشكل اللي بالمناسبه ديال العيد الكبير المعلميه اكثريه كيمشيو عند عائلتهم عند حبابهم، ومع ذلك غادي نحاول نعمل الماكسيموم على ود جمعيه فواز. يعني خليته عند خويا في الدار ديالو، وجابنا ولدي للمطار اللي كنشكره هو اللي جابنا المطار ديال باري. الفواياج كان شويه يعني طويل على ود كانوا بزاف 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 ديال الناس. علاش جيت نعمل لكم هذا الفيديو؟ باش نقول لكم انا كاينه في المغرب، يعني اي حاجه عملتها غادي نقاسمها معكم. غير واحد الحاجه ولدي يعني قال لي ماما في التعاليق اللي كيقراهم اون فرونسي، قال لي الناس كيطالبوك بالوصفات طبيعية ديال البشرة. يعني ملي جاتني من عند ولدي جاتني حلوة، جاتني شي حاجة كبيرة، قلت ليه غادي نرجع للوصفات الطبيعية ان شاء الله. والناس اللي منضمين لقناة عائلة نصائح حليمة كنقول لكم غادي نقسم معكم لي طرافو اللي غادي نعمل هنا في الدار. كانوا عملوا لي الحمام هكذا هانتوما كتشوفوا فيه، غادي نعاودو غادي نعمل واحد الموديل اللي غادي تحماقوا عليه وغادي يعجبكم. غادي في نفس الوقت نتسارى انا وفواز واحد شويه، وغادي نكونوا المعلميه، وغادي نكونوا خوتي اللي كاينين الحمد لله كلهم دخلوا المغرب كاينين. غادي نقسم معاكم يعني الزليج اللي انا شفتو العام اللي فات، شفتو هو اللي بغيتو للحمام ديالي. غادي نقسم معكم الفراش ديال الدار اللي انا غادي يعني غادي نكومونديه باش يوجدوه ليا. غادي نوريكم الموديل اللي درت، وغادي نوريكم وكذلك واحد الفكره اللي طاحت عليا في واحد جوج بيوت النعاس اللي هما بيوت النعاس، وبغيت واحد نخليه بيت النعاس من غير الغرفه ديال النوم ديالتي انا اللي فيها 36 متر كاري اللي فيها الغرفه ديال النوم ديالتي انايا. كاينين جوج ديال الغرف اللي وحده غادي نعملها صالون يعني ديال اتاي ديال القعده فحال اللي عملت في باري. اما الصالون الكبير هذاك غادي يبقى ديال الضياف، غادي يبقى ديال الناس الا جاوا عندي، لا على ود ملي كنكون انا في المغرب كيجيو عندي العائله كيجيو عندي الحباب. ما غاديش ننسى نخلي لكم غدا ان شاء الله رقم ديال التليفون فين تصلوا بيا هنا في المغرب. كنتمنى هاد الفيديو تقبلوا عليا، يعني هذه واحد ساعتين المكان باش وصلنا. فواز خليته عند خويا، انا جيت لهنايا للدار بوحدي باش كيف قلت لكم حليت الشراجم، شعلت الضوء، طلقت الماء. كاين الماء هنا كاين طلقت الماء. وكيف قلت لكم مادام ولدي قال لي الناس بغاو تعطيهم الوصفات الطبيعيه، غادي نقسم معكم الوصفه الطبيعيه. كيف كتعرفوا انا داخله في 59 سنه دابا، وما شاء الله ما شاء الله اللهم لك الحمد. يعني ما كيف كنقولوا ما كنحش بها في الذات ديالي. ثاني حاجه كنشكر الناس بزاف اللي شافوني في المطار في باري، في المطار شافوني شي ناس كانوا غاديين في الاكادير تصوروا معايا شي ناس كانوا غاديين لوجده، وتصوروا معايا الناس اللي هما تصابوا في الطياره ديال كازا. يعني سبحان الله العلي العظيم، اللي شافتني كتجي عندي وكتقول لي واش كتلف ما كتعرفش مسكينه واش تقول، نصائح حليمه ولا اليوتيوب ولا حليمه ولا
ومع ذلك حاولت زعما باش ما يعرفونيش الناس، غيرت بزاف شكلي، عملت واحد النضاره كحليب، ومع ذلك عرفوني. قلت لهم اللي كتسلم عليا وكتقول لي التصويره، كنقول لها باش عرفتيني؟ كتقول لي بالضحكه ديالتك. الله يخلينا ديما ضاحكين، وعواشكم باركه مسعوده، والناس اللي عندها القنوات، وعطيتكم رونديفو وقلت لكم نتلاقاو في المغرب غدا ان شاء الله. غادي نحط النيميرو ديال المغرب فين اللي بغاني يتصل بيا ونجي حتى لعندو. ما تنساوش ما تنساوش يعني كيف كنقولوا لا بروميس، ما عرفتش كيف كنقولوا بالعربيه، لا بروميس اللي انا قلت لكم بان ما غادي نعاونوا ثلاثه ديال الناس في هذا العيد الاضحى. يا اما الكران نخلصوا عليهم، يا اما نعيدوا لهم، يا اما نخلصوا عليهم الموضوع، يا اما نخلصوا عليهم الدخله ديال السكويله ديال وليداتهم من ناحيه يعني الشكاره، من ناحيه وكذلك المادو اكسيتيرا. لقيت انسان واحد اللي هو لقيتو يعني لقيتو تقريبا كيتسنى فيا في باب العماره، على ود انا لحت واحد لا فيديو اللي قلت راني نزلت في مطار محمد الخامس وما بقى لي والو، وغادي نمشي للدار ديالي، ومن بعد غادي نمشي ان شاء الله لفاس، ومن فاس غادي نعاود نوريكم اشنو عندي في فاس، وغادي نشارك معكم لي طرافو ديال الدار ديال هنايا. وكنقول لكم بلاصتكم في قلبي كبيره كبيره بزاف. وغادي نقول لكم واحد الحاجه، واحد المبلغ ديال الفلوس دخلني من القناه اللي ما كانش في الحساب، يعني ما كنتش عاملها في الحساب، دخلني واحد المبلغ ديال الفلوس اللي غادي نقول لكم شحال دخلتني. دخلتني 100000 ريال مغربيه، 500 اورو دخلتني، ما عرفتهاش مناش اش من فيديو اللي هي دخلت لي هذيك لا سوم. مشيت جبتها اليوم، وكيف شديتها قلت اللهم لك الحمد، يعني كيف قاولت الناس وعرفت بين ما الزوج ديالي حتى هو يبغى يعمل واحد الفرحه، واحد التبسيمه لشي عائله. قلت من ناحيه فلوسي انايا ها هما جاوا دخلوا ديال اليوتيوب اللي هي 100000 ريال لقيتها في الكونت زايده. الله سبحانه وتعالى عاوني باش نعاونت انا الناس، وفواز هذاك فلوسه بوحدهم غادي يعني يعاون بهم الناس. كنقول لكم جو فوز امبراس، جو فو دي بيانتو على بروشان فيديو. غادي نقسم معكم كل شيء في المغرب ما دامت ولدي قال لي الناس اللي مضمين للقناه ديالك باغيين عندك الوصفات فرحت، والزوج ديالي ما قد يقول والو على ود هو يعني تحابني على القناه ديالتي، ولكن ما كنتش كنتظر داك السند ديال ولدي اللي يقول لي ماما عطي للناس ديالك اللي متبعينك الوصفات ديال التجاعيد. ها نتوما كتشوفوني البنات ما عامله لا مكياج لا فوندو حتى لا والو، عرفتو ملي فقت مع الصباح وانا يعني في جميع الباجاج المطار، من بعد المطار مشينا عند خويا، من بعد خويا جيت لهنا للدار، انتم كتشوفوا كاع الظلام بدا كيطيح. غادي نقسم معكم الصباغه اللي غنعمل هنا في الدار، الحمام كيفاش غادي نعاودو، غادي يعجبكم كثر. غادي نقسم معكم كل شيء، كنحمق عليكم وكنقول لكم انا في المغرب، وغدا غنحط لكم التليفون. جو فوز امبراسي، جو فو دي بيانتو على بروشان فيديو. السلام عليكم.